ماشي اثنين يحاول يعدي من بدر فاصل من المراوغه التي دائما يعودنا يلا يوسف يحاول يمرر ما تزيادك اخيرا الى عبد الثنيان المتمركز واللي بيستلم وبيوزع كرات يمين ويسار اللعب في مكان جيد ما فيها تسلل سامي وهناك سياسيا يحطها لسياسيا يحط الخامس يحط الخامس يلا هي دي هي دي هي دي ماشي ماشي حلوة سطح لورانس دوس ثنيان ثنيان وشد من 13 ثنيان والهدف الأول الله 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 دائما 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 يوسف دائما يوسف يلعب كرات لافة جول جول في الدقيقة العاشرة في الدقيقة العاشرة في الدقيقة العاشرة والحقيقة اللاعبين لاعبين الهلال لاعبين الهلال اصروا والحوا اليوم على انهم يظهروا بشكل يختلف تماما عن المباراتين السابقه. نعم والهدف الاول في الزاويه اليمنى لمرمى ناصر الغندور وهذا يوسف ولا لا يحصلها ياخذها يوسف يوسف ثنيان يعدي يوسف بحقة يوسف طبعا لعباته من ناحية الأطراف لعبات يوسف نقول فيصل علي يحاول يعدي يوسف في المرمى يوسف ثنيان يعدي لسامي ليوسف خذوا هات حطها كريم عبد العزيز وبجانبه صاحب السمو الأمير بندر بن محمد رئيس البعثة وشوف شوف 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 حكم المباراة ما يتحركوا من مكانهم وراح نشوف يوسف الهدف الأول في الدقيقة وقت بدل الضايع وفي الدقيقة السابعة من زمن الوقت بدل الضايع وهذا الهدف لعب التيماوي حصلها ثنيان حاول يعدي يوسف يطيح ويلعبها تبدأ يوسف جميلة في الزاوية خالد مسعد نيان مسعد حلوة من خلال المركز خانة نيان يمر ينقل كرة من الزاوية نقل حلوة الغني يقفل الكرة للأمام تنحط ولكن يشيلها خالد الفضلي شوف الجمعان وتمريرة جميلة أجمل منك يا تيماوي معك الكسندر عدي منه صدقني سهل يا سامي العبها يوسف الزيان 3-5-2 اللاعب دخل منطقة الجزاء التيماوي حط المرمى وهي دي الله هدف جميل وتغطية من المنتخب الصيني ثنيان هنا المنطقة هذه لثنيان 1-2 يعني معروف تتمرر وفرصة يلا يا يوسف حاول يعدي يوسف فتيت يا سلام يا سلام يا ابو يعقوب خبر خالد يمرر لثنيان داخل منطقه الجزاء يحاول يحط المرمى هي دي اللاعب المرمى هي دي ثنيان يحطها من تحت الكبر الصيني من بين رجل حارس المرمى شوف ثنيان عدى من واحد وسدد من بين رجل حارس المرمى اوتشو لانج ويسجل الهدف الرابع جهه وبيعدي وخطا وعدى من ثنيان وخالد ثنيان سدد ويفيد تهيؤ البسيط لعبها جميلة الله لك الباقي خدع الحارس خدع
الجمهور، خدع هذا السد وسجل جول. يلعبها ليوسف زيان، يوسف تروح كرته، يوسف زيان يحاول يعدي يوسف ويلعبها في الشبك الخارجي، في الشبك الخارجي. الهلالية تلعب عرضية جول، خلص المضغي، أخطر كرة من يوسف زيان، خلص فريقه من هدف مليون في المية. شوف زيان مضغي الدوسري، محاولة الهلال لهجمات مرتدة، زيان يلعب الاعتراف، الهجمات مرتدة، زيان يلعب الاعتراف. لاعب الهلال الهجوميه يوسف الثاني يحاول يعدي، يعدي يوسف وتغطيه تعديه من محمد نور المراقب ليوسف ميان، يعدي من يوسف ولا لا، يعدي يوسف ولا يزال تغطيه من احمد خريشوه الى ضربه زاويه، سيطر على الكره، يعدي يوسف خطا، يحتسب حكم المباراه لصالح يوسف ثنيان. راح نرجع نشوفها مره جديده، ثنيان بمرر لجابر خطا من الدفاع، والجابر بيسجل هدف التعادل. هذا كنا عم نحكي الهلال وبحث جميل رائع جدا عن الكره من يوسف ثنيان. يا سلام عليك يا يوسف، يوسف ثنيان يحاول يسدد، لعبها يوسف جميله، مو معقولة من ابو يعقوب يا جماعة، ما يصير نشوف اعادة بالبطيء في مشاورة مع رجل الخط، ويوسف تجي منه ويجي منه اكثر في مشاورة مع رجل الخط، اقدر اقول ان شاء الله انها جول. جول سعودي، تسلم تسلم يا ابو يعقوب، كمبيوتر يجي منه كلش، شوفها بالبطيء، شوفها بالبطيء، يمكن البطيء يقنع، نشوف. لا 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 جول 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 مليون ونص في المية، جول مليون ونص في المية، مع احترامي الكبير لخالد الفضلي. لا يا حبيبي، عدي يعدي يوسف، يعدي، بتتعب معايا وبران، ما شاء الله بتتعب معايا وبران، شدها وبران، يعدي ايضا من الثاني، حلوه ابو يعقوب، حلوه والله حلوه، جميلة جميلة جدا، يا ليت نشوفها في الإعادة. شوف معي، لا تقول مبالغ في الكرة هذه، شوف 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 يوسف ثنيان بشكل جميل جميل، اعتلت العارض في المراكز بين سوزا اللي يرفع كرة، ويوسف ثنيان استقبل كرة وفي المرمى، في المرمى يوسف ثنيان، قدم يسرى أو يمنى مدام الكرة تهيأت أمام أحد قدميه، وتسديدة جميلة، يوسف بيسدد وتصدم في القائم، يا خسارة ترجع مرة أخرى. هذا التيماوي رغم أنه بيلعب في غير مركزه، لكن ما شاء الله في مباراة اليوم إن شاء الله يكون مميز. حسين المسعري، علي عبد الرحمن صاحب البطاقة قبل شوية، ملعوبة كرة لخمة 18 والهدف، الهدف الهدف الثاني للهلال، جابوا يوسف الثنيان. سامي الجابر، سامي الجابر مرر كرة جميلة وفي العمق الدفاعي وعلى طول بيمينه زي ما عودنا ابو دفاع الاهلي، والكرة سريعة الى ثنيان ومع الخيبري، يحاول يعدي واعاقة، الاهلي متواجدين، خلصها خلصها شلية، حسين عبد الغني وسامي الجابر، عرضية للمرمى، يوسف ثنيان، يوسف ثنيان يقدم الهلال، جيدة جدا من لاعب قليل الخبرة، يوسف ثنيان يعدي ومع الخيبري ايضا، لكن تروح الكرة مرة أخرى الخيبري يوسف ثنيان، نعيمة ديها ليوسف الثنيان، ماشي في أيضا دفع وفي خطأ وفي كارف، البيش يرجعها العبادي مرة أخرى، بتتلاعب طويلة في ناحية يوسف ثنيان، يبقى يراوغ ويراوغ ويرفع كرة جميلة، ماشي يوسف، يوسف ماشي وكعب رجله يلعبها وعرقلة، حسين البيشي في الراس يطلعها، ويوسف ثنيان حصل الكرة، يوسف جازع، يوسف ثنيان تطول الكرة يعدي، حصل يوسف ثنيان، هجمة خطرة للهلال، هجمة خطرة للهلال، يوسف ثنيان اتى الكرة معاه عكسها، ثنيان بحاول يعدي، جميلة جدا من ثنيان، حسين لحسين، حسين الثنيان بيموه وبيمشي بيها وبيتشد من الفل هنا، ما تبقي مباراة للفريق الاهلي والفرق الاخرى، ويوسف ثنيان، سعد مبارك، هذا
منطقة الجزاء في ملعبنا، لكن عبد الله صالح يخلصها وتوصل يوسف ثنيان، ويوسف ثنيان معدي بحاول يمر يوسف، معدي من الأولاني والثاني الثالث، ويوسف ثنيان منطلق ويلعب راح يمرجد مع ثنيان لازم داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء بحاول يعكس بيمر حكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء. صار وتوصل يوسف ثنيان، ويوسف ثنيان معدي بحاول يمر يوسف، معدي من الأولاني والثاني الثالث، ويوسف ثنيان منطلق ويلعب راح يمرجد مع ثنيان لازم داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء بحاول يعكس بيمر حكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء، حكم المباراة يقول ما في شيء. ممكن نشوفه، ممكن نشوفه بالبطيء، لكن عموما الكرة راحت ناحية الشمال سامر درويش، وسامر درويش لاعبها لكن حاول يحصل قبل ما تطلع، ثنيان حصل قبل ما تطلع بحاول يعدي ثنيان مارس هوايته، مارس هوايته وعدي حكم المباراة يقول ما في شيء. خامس ضربة مرمى لصالح المنتخب، لصالح المنتخب السوري الشقيق، كرة عكسية حلوة من محيص الجمعان، وثنيان يحصلها، ثنيان بيمر ناحية اليمين بيحاول يعدي ثنيان، بيحاول يعدي ولازم يشترك يحصلها فعلا ولعبها بيمين يخلصها ناحية ثنيان، وثنيان يحصلها، ثنيان بيمر ناحية اليمين بيحاول يعدي ثنيان، بيحاول يعدي ولازم يشترك يحصلها فعلا ولعبها إلى المنطقة خانة كوي مركز مركز سليم وتوصل إلى ثنيان. مو معقول يا سامر درويش، مو معقول يا سامر درويش، أي كرة يشترك فيها ثنيان سامر درويش أبدا ما يعطي فرصة، وهو عنده بطاقة صفراء أيضا لما اشترك مع ثنيان في جدة، لكن ثنيان إن شاء الله راح يجيب ثانية في محاولة لسحب المنتخب السوري. كرة توصل ناحية ثنيان ولكن حكم المباراة يقول في شد، ورجل خط كان رافع رأيه أنه في شد وفي خطأ لصالح منتخبنا الوطني، والحقيقة سامر درويش مارس كل أنواع الإعاقة من سحب ودفع وإعاقة على يوسف إثنيان، لكن طبعا إن شاء الله لن يعيق قدرات ومهارات لاعبنا الفذ الكبير يوسف إثنيان رضوان، ولكن تنقطع يوسف إثنيان يحصلها ويمر إثنيان يعدي ويعدي من الأول، وفي خطأ في خطأ ناحية مين المطلق لاعبها إلى المصبيح، والمصبيح حاول يشوف واحد من زملائه لعب لعبد الله صالح لثنيان، لعبد الله صالح متقدم ناحيه اليمين ومتقدم بحاول يفيه لكن تنقطع وتصل لثنيان، وثنيان بادي هجمه بحاول يعدي ثنيان، يعدي حلوه ثنيان بحاول يمر ويلعب كره ثانيه قويه، الله حلوه 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 جميله جدا جميله جدا، وتسديده قويه لاعب متقدم ظهير الشمال ومتقدم مغطي معاه، مغطي معاه ثنيان ويلعبها سريعه ثنيان ناحيه فهد الوريفي لثنيان، وثنيان يعدي وان شاء الله يمر متقدم ظهير الشمال ومتقدم مغطي معاه، مغطي معاه ثنيان ويلعبها سريعه ثنيان ناحيه فهد الوريفي لثنيان، وثنيان يعدي وان شاء الله يمر بالسلامه الى الوريفي، ولكن تغطيه سليمه من فيصل اسعد الى خارج ساعاتنا مع حكمنا احمد الحازمي. وأقول الدور القادم على عملاق حراسة الاتحاد أحمد سالم، ومن المحتمل أن يلحقوا عبد الله غراب، وهل مجرى لأن الكورة زي ما بيقولوا مدورة، وما زي ما هي يوم لك ويوم عليك، أيضا اللعيبة يوم وسط الميدان يوم أنت تتحكم بالميدان من الخارج، ممكن يكون مدرب، ممكن يكون إداري، ممكن يكون حكم، فالمواصلة والعطاء مستمر سواء كان اللاعب داخل الملعب او خارج الملعب. لحظات وتبدا المباراه، وسافرت احمد الجازع هو وسراج، يوسف جازع هو وسراج، يعكس الكوره تروح للثريان، الثريان مع مروان يلعب سدد، لكن تطلع الكوره ضربه مرمى، واول ضربه مرمى على مرمى الاتحاد، واول تسديده اتباك يلعبها ليوسف الثنيان مع صالح، يوسف صالح شوف يعدي في خطا، في خطا على صالح ما كان قدامه الا انه يدفع. على فكرة يوسف الثنيان إنسان عاشق للمهارات وعاشق لطرب الجماهير، فطبعا الليلة ما فيها نقاط ولا فيها شيء ولا خروج مغلوب، يوسف حيبدع من أول ما مسك كورة وهو لاعب على مستوى حلو، حيبدع يوسف. جو يكرموا أبناء حاتم وليد وأخوه خالد وعبد الله الدعيع يساهموا في تكريم سعد، هذا قلت لك يوسف حيلعب وحينطرب الليلة ويرفع كرة حلوة.
صالح. عبد الله صالح ينقله ناحية يوسف الثنيان. يوسف الثنيان حاول يعدي ومغطي معاه. مغطي معاه لكن تطول من محمد سامر درويش وفيه كرة سقطة وترجع مرة ثانية ناحية اليمين. عبد الله صالح نقله إلى الثنيان. الثنيان حاول يعكس وتنعكس وكمل. لكن الثنيان يحصلها ويرجع مرة ثانية الثنيان بعد الثنيان لماجد. ماجد 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 بلنتي بلنتي ضربة جزاء. يكسب كورت يوسف يتلاعب بأكثر من لاعب يوسف ويلعبها ما تروح لأي زملائه بيتابعوا الشمراني. كسبها الثنيان ويراول وراول واحد ثاني واحد ثالث وفي الاخير يستكمل عليها نيكا كوري. طبعا الحقيقه اللاعب الجيد